والله يا حبيبتي اكل زي الفل، طبيخك هايل وخصوصا الجبنه واللانشون والجبنه الرومي والتوست، يعني نفسك هايل في الفطار. يسلم. التريق التريق على الصبح. لعلمك بقى انا مش عايزه احرجك واقول لك ان طبيخ اللي انت بتتريق عليه امك كل يوم تفتح حله اللحمه اللي انا سرقها وتسرق 3 حلل لحمه. ايه ده امي؟ ده يعني نفسها حلوه قوي، وانت ايش عرفك انها ما ممكن تكون امك؟ انتوا الاثنين متعلمين من بعض الطبيخ وبتاكلوا اكل بعض. لا طبعا مامتي ما تعملش حاجه زي كده، وعموما انا مش ههدى ولا يهنالي بلغ لما اعرف مين اللي بيسرق اللحمه من الحله. ماشي ماشي. طب بقول لك، مش طبخه زيتون اسود جنب الفطار؟ طريقه طريقه. اه بقول لك ايه يا عادل، صحيح انت فاكر صاحبتي سعاد بتاعت الكليه؟ فاكرها. مش دي اللي من ساعه ما اتجوزت انت ما تعرفيش عنها حاجه؟ لا بقى الحمد لله، بقى اتطلقت وكل يوم بتكلمني، وكانت عايزه تيجي تزورني فانا عزمتها تيجي تقضي اليوم كله معانا، تتغدى وتاكل وتنام. ده على اساس ايه يعني؟ ان انا فاتح دار مطلقات؟ حرام عليك يا رانيا، هتيجي تقعد فين؟ ده احنا بنمشي في البيت ده بالجنب. يعني ايه عادل؟ ما هو اصل ما ينفعش، انا اللي عزمت عليها انها تيجي، ما ينفعش ارجع في كلامي، شكلي هيبقى وحش قوي. احنا شكلنا هيبقى اوحش لو جت قعدت معانا هنا اهو. قومي شوفي طبخنا طماطمايه ولا خيارية ولا حاجه جنب الجبنه، هاتي الجبنه لوحديها كده. مش هطبخ لك حاجه تانية يا عادل، واساسا انا غلطانه ان انا قاعده بتكلم معاك. ماشي. صباح الخير يا عادل. صباح الخير يا ماما. فاكر يا حبيبي طنطك فتحيه اللي كانت ساكنه ببيتنا القديم؟ طبعا فاكرها. مش دي اللي كان جوزها شغال في مجلس الشعب وطول الوقت بتقول جوزي في مجلس الشعب وفي النهايه طلع فراش مجلس الشعب؟ ما هو الناد الجبان طلقها. وطبعا انت عرضت عليها تيجي تقضي يوم عندنا هنا في البيت، صح؟ مش واجب برضه يا عادل؟ واجب؟ مش عامل الواجب يا ماما، مش عامل الواجب يا ماما، حرام عليكوا حسوا بيا يا ماما. معقوله يعني احنا في البيت ده محتاجين عسكري مرور ينظم حركتنا في البيت؟ لما انت عزمني ده انت فتحيه. انا بص يا ماما، انا ما بقولش حاجه يا ماما، يعني انا البيت لو بجد كبير وما فيهوش المشاكل اللي عندنا دي ما كنتش اتاخر، بس انت شايفه المشاكل عامله ازاي؟ ده الواحد ما بيلاقيش لقمه حتى ياكلها. ماشي يا ماما، انا ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. لا خلاص ابعتهم لك على طول. دولا كبسه كبسه. قوم يا دولا من ورا المكتب بسرعه. قوم. في ايه؟ ام جايه ورايا دلوقتي يا دولا، وسايبه الحاجات في التاكسي وانا مفهمها اننا صاحب البازار. انت صاحب البازار؟ امال انا ايه يالا؟ شغال عند ماما. انا شغال. ايه يا بابا؟ خش ياما، اتفضلي ياما. اتفضلي يا ست الكل. اهلا يا مرات عمي. اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبي. ايه رايك يا دوله في المفاجاه دي بقى؟ دي هايله، مفاجاه هايله. انتوا هتسيبوني واقفه ولا ايه؟ متقعدوني. لا اتفضلي، ده المكان كله بتاعك يا ست الكل، اتفضلي. ده عادل اول ما عرف يا ام امبارح ان انت جايه حلف انك لازم تقضي الايام اللي هتقعديها هنا عنده في البيت. هو يقدر يقول غير كده؟ لا طبعا. اهلا وسهلا، تنوري طبعا يا مرات عمي. يعني اهلا وسهلا يعني حضرتك، بس اصل هو عارفه المشكله عندي في البيت. ما دولا، برغم من ان ظروف عادل يا امي ما عندنا، يعني اخته وامه وحماته قاعدين عنده في البيت، الا انه برضه اول ما عرف امبارح حلف انك لازم هتبيتي عنده. انا عرفت حاجات كتيره قوي امبارح. وحضرتك هتقعدي قد ايه ان شاء الله يعني؟ ايه انا جايه عشان الروماتيزم اللي في رجلي، هم وصفوا لي دكتور بس بيقولوا عليه زحمه قوي، بس انا اول ما هكشف همشي على طول. ايوه بس. لا يا امي ما تقوليش كده يا امي، ده عادل هيزعل جدا. يعني ده اول ما عرف يا امي امبارح كده حلف انك لازم يعني هتمشي وانت خفه خالص. اه طبعا طبعا يا مرات عمي، اهلا وسهلا يعني، وحضرتك تنورينا يعني. بس يلا بس يلا بس يلا. روح فين شاي؟ روح روح شاي. اه شاي. خد هنا. نعم. انت بتبرطم بتقول ايه؟ قلت ايه؟ قلت ان مفرجتك يا رمزي. اه بحسب. بتحسب ايه؟ ما انا قلتها لك. اتفضلي يا ست الكل بقى، انت اكيد تعبانه يا امي من السفر، اتفضلي تعالي. بس انا ليا طلب صغير قوي كده، تفضلي اوضه انام فيها لوحدي انا والارنبين اللي انا سايباهم في التاكسي دول، اصل انا جايباهم من البلد، خفت احسن يقعدوا لوحدهم ما يقدروش يقعدوا.
لا ما تقلقيش عليهم الارنبين دول هيناموا في حضن ان شاء الله. اتفضلي بقى حاجه اوصلك. اتفضلي يا ست الكل. تعالي يا ست الكل. خد بايدي. عشان والله الروماتيزم. الف حمد لله. وسع كده وسع كده وانت مضيق الدنيا. حاضر يا اسف. لا 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 خليك انت هنا، انا هوصلها واجي لك على طول عشان ما اعرفش هتنرفز عليك في السكه ولا حاجه. موضوع بيني وبينك والبازار مقفول علينا. دول ما صاحب البازار دول ما ورانا. ده نورك يا حبيبتي. يجننوا يا طنط، ميرسي جدا جدا. انا مش عارفه حياتك تعبتي نفسك قوي كده ليه. لا يا حبيبتي، ده انا هاخدهم معايا تاني، اصل انا خلت اسيبهم في البلد بيخافوا يقعدوا لوحدهم. ايه ده طنط ام رمزي؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ سناء انت مالك كبرتي كده ووحشيتي؟ كبرت عشان البني ادمين بيكبروا مش بيصغروا يا طنط. القلب وما يريد اصل طول عمره هبل. ماما انا داخله اغير هدومي. مرايه الحب عاميه. انتي ناويه بقى ان شاء الله تقعدي فين؟ ايه والله ما انا عارفه، لكن اي اوضه جاهزه انا هقعد فيها انا والارانب. اوضتني اوضه. اي اوضه جاهزه طبعا. اهلا وسهلا يا مرات عمي. ده حضرتك تنورينا والله. اصل مرات عمي هتقعد معانا يعني ان شاء الله. معانا مين؟ معانا هنا هو باذنها في القصر، في القصر اللي احنا جايبينه هنا ان شاء الله. يا طنط منورانا يا حبيبتي، منورانا. ايه ايه في ايه؟ اتكننت يا عادل، انا ناقصه كمان ماما رمزي تقعد عندنا. ايه يا راني في ايه؟ ما تقعد عندنا في اي اوضه وخلاص. انت بتستهبل؟ بصي انا اتدبست، رمزي الزفت ده دبسني في امه. خلاص هعمل ايه؟ شوفي لها بقى اي اوضه تقعد فيها. اوكي اوكي يا عادل، انا هقعدها في الاوضه الفاضيه اللي عندنا. ايه ده، واحنا عندنا اوضه فاضيه؟ مامتي ونجلاء هيباتوا معايا في الاوضه، ومامت رمزي حبات في اوضه مامي. طب وانا هبات فين؟ في البلكونه مع الارانب. مع الارانب. هتروح مني فين؟ هتروح مني فين؟ فين؟ وانا بسالك همسكك يعني همسكك. اهدى بس يا دولا، انا هفهمك كل حاجه. اهدى بس يا دولا. هتفهمني ايه؟ انا تقول عليا ان انا صايع ومش لاقي حته تقويني وشغال عندك في البازار ومعيش اهلي كلهم عال عليك في الشقه بتاعتك؟ ايه ده ايه ده ايه ده، مين اللي قال الكلام ده اصلا؟ انت تستهبل يالا، امك هي اللي قالت الكلام ده. معلش يا دولا معلش. طب انا يعني كنت عايز اطمنها عليا يا دولا، ولا اقول لها يعني ان انا ما عنديش شقه وببيت هنا في البازار يا دولا؟ قمت قايل لها ان انا اللي صايع ومش لاقي حته تقويني ياض. معلش يا دولا، يعني هي صايع دي هتلزق يا دولا؟ هتلزق. سمعتي هتبقى ايه قدام اهل البازار؟ علشان خاطر يا دولا والنبي، ها علشان خاطر يا دولا خليها تمشي بس وهي مطمنه عليا. يا عم ما تقولهاش على ظروفي، ما تفضحنيش يا دولا. ايوه بس بتعامل الناس اللي في البيت كلها كانهم خدامين عندها. ده انا سامعها وهي بتقول لرانيا، بنت يا رانيا هاتي شويه ميه وتعالي اغسلي رجلي. طب اقول لها بقى تغسل لها كعبها بالكب الحمرا. استهبل يا معلش يا دولا والنبي. دولا يا ابن عمي بص سامحني، ها استحملوها بس اليومين دولت يا دولا. يعني اليومين دولت وانا بكره الصبح يا عم هروح اوديها للدكتور اللي هي عايزه تكشف عنده. دولا قوم يومين بس وهنرجعها البلد تاني. خلاص يا عم انت ايه دخلت على الست دي ام ليه؟ خلاص يا عم خلاص عشان ظروفي بس يا دولا. خلاص بس ما تقولهاش بقى تعاملهم انهم خدامين، تعاملهم بشكل محترم شويه. حاضر يا دولا. عايز حاجه تانية يا اخويا؟ لا اتكل على الله. دولا انتوا فضيتوا لها اوضه تانيه علشان الانارب؟ انا عارفه عاجبه فيها ايه مكدرتي. بتقولي حاجه يا طن؟ لا يا حبيبتي انا ما بقولش حاجه، بس بقول يعني انت بتشتغلي ايه في المدرسه؟ بشتغل تبشيرة. نعم يا اختي. مدرسة يا طنط هكون بشتغل فيها ايه؟ بشتغل مدرسة. اصل انا ما بحبش يا اختي الستات اللي بيشتغلوا، الست لازم تقعد في بيتها وتراعي جوزها واولادها. طب وبتقولي لي انا الكلام ده ليه يا طنط؟ انا لا عندي لا جوز ولا اولاد. يعني انا بقول لما تتجوزي يعني لازم تسيبي شغلك وتقعدي في البيت وتراعي جوزك وبيتك. طب وانت مالك ومال الكلام زي ده بتقوله لي ليه؟ يعني على اساس انا هتجوز ابنك؟ انا لسه ما وافقتش. ما وافقتيش؟
يا نهار ابيض، ما وافقتيش عليا يا طنط على انك تتجوزي رامز ابني بقى. انت بتلفي وتدوري من الصبح عماله تراقبيني وتساليني 100 سؤال عشان عايزه تجوزيني سي رمزي. وماله رمزي يا اخت، ده برقبتك. وبعدين انا لسه بفكر وما وافقتش. نهار ابيض، هم في سلاقت عيلها ماشيين على الحيط قالت لك لولي ملضوم بخيط. يعني ايه عايزين ننام في اوضه غير اوضتنا؟ امال هننام فين؟ معلش يا مامي، هتناموا عندي النهارده. هننام عندك النهارده، ده باعتبار يعني نعادل بينا وعلينا. ها، عادل هينام في الصاله وانتوا هتناموا عندي في الاوضه، وماما رمزي حبات في اوضتكم. انا عايزه اعرف بقى ايه حكايه ام رمزي دي؟ جاي عشان الدكتور. ايوه انا عارفه، لكن دي بتعاملنا كاننا بنشتغل عندها. مجيده يا فين الشاي؟ هي دي عمايل برضو؟ شفتي بقى انا قصدي ايه؟ معلش يا ماما استحمليها، عادل لسه مكلمني وقال لي اصلها عقلها خفف شويه وتعبانه، استحمليها بقى. حاضر هستحملها، هنشوف اخرتها ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، ادي اخرتها بقينا نخدم في البيوت. ها، حطيتي 5 معالق سكر زي ما قلت لك؟ ايوه. انت هتقعدي جنبي ولا ايه؟ ودي فيها ايدي كمان؟ لا ما فيهاش، القوالب نامت والانصاص قامت. اتفرجي على التلفزيون، اتفرجي. مش معقول، اللهم طولك يا روح. ايه يا رانيا واقفه عندك ليه؟ بتحرسي الحبل؟ لا يا طنط، واقفه بطبخ. بطبخ عادي يعني. ليه يا حبيبتي؟ هو في حد بيسرق حاجه من الحلل؟ لا، في ناس بتاكل اللحمه من الحلل. افندم بقى ست انعام، انت كمان قصدك ايه؟ بتبصي لي ليه وانت بتقولي الكلمتين دول؟ يا اختي هي مش قصدها انت اللي بتاكليها. الله، وانا اصلا اعمل حاجه زي كده ليه؟ الجوع، الجوع يا حبيبتي يعمل اكتر من كده. لو سمحتي يا طنط يا مامة رمزي، مامتي ما بتعملش الحاجات دي. يعني قصدك انا اللي جعانه؟ انا قلت كده؟ امبارح قلتي انك شفتيني وانا بطلع اللحمه من الحله. ايه يا ام عادل حركات الخدامين اللي انت بتعمليها دي؟ اولا ده بيت ابني، يعني ليا فيه اكتر منها. الله، جرى ايه؟ ما تخف شويه على البنت. وبعدين يعني هو مش ابنك قوي بالشكل ده؟ مش ابني قوي يعني ايه يا وليه؟ مجنونه انت يعني؟ ما انتش اللي مخلفاه. عادل مش انا اللي مخلفاه. مين اللي قال كده؟ انت يا طنط يا مامة رمزي اللي لسه قايله كده دلوقتي. انت هتجننينا يا وليه انت. شفتوا بقى، اهي الحاله ابتدت عندها. انا بتكلم عن ابن رمزي. مين اللي جاب سيره رمزي دلوقتي؟ اصل انا شايفاكم عمالين بتتكلموا وتقولوا مين بيضيف مين، ونسيتوا كلكم انكم ضيوف على بيت ابن رمز. هو انا بس اللي طالبه منكم يا جماعه ان احنا بس نصبر يومين، نستحمل ام رمزي شويه، لان المشكله ان زفت الطين رمزي ده فهم امه ان البيت ده يعتبر بيته، وان البازار ده بتاعه، وان انا اللي شغال عنده، ومن كرمه كمان مجمعنا احنا كلنا نبيت هنا في البيت بدل ما نبيت في البازار. لو ايدي طالت رقبه رمزي ده. ما توسخيش ايدك يا ماما، انا هتصرف مع زفت الطين رمزي ده. عادل انا ماليش دعوه، انت لازم تفهم مامة رمزي دي الحقيقه، انا اتخنقت. شفتي بقى، انا عشان كده مجمعكم النهارده وبنتفق يا جماعه، ام رمزي مش لازم تعرف الحقيقه ابدا. يا سلام، عشان بقى نفضل احنا نشتغل عندها شغالين وهي اصلا ناقصه. يعني هو رمزي اللي زي بصي، رمزي اول مره بيطلب مني حاجه صراحه يعني، وهو طبعا سبب كل المشاكل اللي انا فيها، وسبب ان البازار حاله واقف وكل حاجه مبوظها لنا عم رمزي ده، لكن اول مره يطلب مني طلب. يعني مش معقوله يعني هقول له لا يعني؟ وهو اللي طالبه ايه؟ امه لما تبقى في البلد تبقى مطمنه عليه. خلاص يومين، يومين بس نستحمل فيهم ام رمزي يا جماعه، وهي راحت للدكتور وبعد كده هتتكل. انا لله وانا اليه راجعون. بصي سوء النيه اللي انت فيه، هتتكل ترجع بلدها. خلاص يا عادل خلاص، احنا هنستحملها وهي كده كده بكره هتتكل، هتسافر. ايوه. دول حبيبي. طب انتوا ما كشفتوش ليه يا ابني؟ دكتور مرضيش يا دولة. ياه، للدرجات دي يعني حالتها ما يقوس منها؟ الحمد لله، الحمد لله حالتها ما يقوس منها، الواحد مطمن عشان كده يا دولة. اهو قلنا بقى نحجز بس. انت فرحان ان حالتها ما يقوس منها؟ يعني انا مش فاهم،
عملتوا ايه يعني؟ عملت ايه بعد كده؟ احنا روحنا لقينا العياده زحمه يعني، وانا بتخنق من الزحمه، فقلنا نحجز بس الحمد لله يعني. يعني حضرتك حجزتي دلوقتي وكشف بالليل؟ لا الحمد لله. بكره؟ لا الحمد لله. بعد بكره؟ لا الحمد لله. امال امتى يا طنط؟ بعد شهر. ايه؟ لا لا لا، هو مش شهر بالظبط، هم 28 يوم. كشف ايه ده يا طنط اللي بعد شهر؟ يا بنتي قلت لك بعد 28 يوم، اصل الدكتور ده مشغول قوي، ما عندوش ولا يوم فاضي الا بعد 28 يوم. اه يا ضهر ياني، شكلي كده هيرقد في السرير شهر. اه يا وسط ياني، شكلي هجرقد جنبك في السرير شهر. ده الرقده معاكي ارحم يا طنط. مش هنلحق نشبع منك يا طنط. معقوله هتقعدي معانا شهر واحد بس؟ لا 28 يوم. بس تعرفي انا قلقانه، اصل الارنبين مش مولفين على المكان. يعني انتوا ركز معايا يا رمزي، دخلتوا للدكتور في اوضته؟ لا خالص. يعني ما تعرفش الدكتور ده شكله ايه؟ لا ما نعرفش خالص. دول طب ايه رايك في اللي يجيب لك الدكتور ده لغاية البيت عشان يكشف على امك؟ لا انت بتتكلم بجد؟ دولة هتقدر هتقدر والنبي دولة؟ اه طبعا اقدر. امال ايه يا ابني؟ انت ابن عمي يا ابني. ربنا يخليك يا دولة. وامك دي يعني مرات عمي. لا يا راجل. طبعا يا طارق انا خدماتي كتير جدا عملتها لك، وطول الوقت بخدمك طول الوقت بخدمك، فطبعا الصاحب ليه ايه عند صاحبه. ايه عادل؟ ايه عادل؟ انت كل شويه تزليني عشان حليت مكاني في الثانويه العامه عادل. والغريبه يا اخي ان انت تجيب مجموع كبير برغم ان انا اللي حلق لك، والحل اللي انا عملته ما جيبش منه اي مجموع. المهم انا عايزك تمثل دور دكتور. طب انا دكتور فعلا. انت دكتور بيطر يا عم، بس في الاخر اسمه ايه؟ دكتور. يا نهار اسود، امال لو كنت بقى حالل بدماغك انت وحالل بمجهودك هتقول ايه؟ ما علينا، عايزك تمثل دور دكتور روماتيزم مشهور. روماتيزم مشهور؟ ايه الاسم الغريب ده يا عادل؟ يا عم مش اسم ده، صفته ان هو دكتور. يعني انت هاخدك معايا هتكشف على واحده ماشي، وتقول ان هي عندها روماتيزم وتكتب لها اي علاج وخلاص. بس انا عمري ما كشفت على حيوانات عندها روماتيزم مشهور. وانا واخدك تكشف على بهيمه، دي واحده ست يا ابني. هو ده علاجها على اساس ايه؟ انا عمري ما كشفت على بني ادمين. ما هي يعني ما تعتبرش بني ادمين قوي، دي ام رمزي واحد يعني صاحبنا. المهم يعني انت هتكشف عليها وتقول لها يا حاجه انا شايف ان عندك روماتيزم، وتقوم مطلع روشته وكاتب اي علاج من علاجات الروماتيزم اللي في السوق عادي يعني. بقول لك يا امي ما تخبيش عليا، الناس دولت مريحينك ولا تردهم لك؟ يعني مش انا بس، نصيحه مني لما يمشوا ابقى هات حد يرش لك الشقه. عينيا. سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. اهو جبت لكم الدكتور معايا اهو. شفت يا رمزي؟ اه يا دوله ده دكتور اهو بجد. شفت يا رمزي؟ عرفته لوحده اهو، ولا عارفك ولا حاجه، ده اغبى واحد في العيله اصلا. اتفضل. ازيك يا حاج؟ عامله ايه؟ والله يا ابني تعبانه قوي. زيك ايه؟ هو انت جاي تسالها ما تكشف يا دكتور وتعرف عندها ايه؟ طمني يا دكتور، طمني على امي. يا ابني هو كشف لسه؟ وريني اسنانك كده يا حاجه. بتوري له اسنانك؟ لا سنانك انت. عايز اعرف عندك كام سنه؟ انا اشطر دكتور في الحكايه دي بقى. في مره جالنا حمار رئيس القسم بنفسه ما كانش عارف يسننه. والله يا جماعه والله ومالكم عليه حلفان، انا اللي جبت له سنه. وانت بتكشف على بهيمه ولا ايه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده طمني يا دكتور. يا دكتور ما تعدل امال، الروماتيزم احنا قارين. انا طبعا دكتور روماتيزم مشهور، مفيش شك في الحكايه دي بقى. وعايز اعرف يا حاجه اخبار الروماتيزم معاكي ايه؟ يا دكتور انا عمال اقلق. طمني. الحاله دي مع النت بتبان في اللبن. نعم. يعني قصدي
لون اللبن اتغير، طعمه اتغير، يعني ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ ايوه هو قصده يعني لما بتشربي اللبن بقى يا حاجه مثلا بتحسي ان طعمه متغير ولا بتحسي بحموضه؟ انت كنت قلت لي يا دكتور في السكه ان في علاج للروماتيزم، اصل عندها روماتيزم، انت عارف طبعا اكيد عرفت ان عندها روماتيزم، ايه علاج الروماتيزم؟ بصوا بقى يا جماعه، يا لازم تدفن نفسها في الرمله. يا مصيبتي الكلام اللي انت بتقوله ده. طب وهتتنفس ازاي يا دكتور؟ ما هي هتدفن جسمها كله ما عدا راسها بس. يعني حضرتك تقصد ان احنا نملا لها الاوضه رمله؟ لا لا، اوضه ايه؟ الاوضه ايه؟ هي هتدفن نفسها في رمله الواحات، وابنها يروح معاها عشان يسقيها ميه 3 مرات في اليوم لمده اسبوع. ايوه بس كده يا دكتور مش هتلحق تزرع. يبقى حط لها اسماك بقى، اتصرف يا رمزي. هعمل الحكايه دي امتى وازرع؟ من دلوقتي. تلمي حاجاتك وتطلعي على الواحات عدل يا حاج. من الصبح هاخد القطر، بس تعرف ان كلامك ده شبه كلام الحلاق اللي في البلد بتاعنا. ايوه قولي، ما كلهم دكاتره وعارفين بعض. انا هسافر معاها بكره. طب يا رمزي تعالى اقول لك حاجه لو سمحت. مشكرين قوي يا دكتور، والله مش عارف يعني مجهودات حضرتك، ده اشطر دكتور روماتيزم في جمهوريه مصر المتحده. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ ده فلوس فلوس. خلي معاك ال 100 جنيه دي، انت رايح الوحيده يا دوله. ايه ما انت خدتها؟ خد ال 20 جنيه دول كمان. دي اعمل بيها ايه دي؟ دي بقى عشان ترشها كماوي عشان الدوده. يالا ياه اخيرا مشيت. دي كانت كابوس. الحمد لله. قال انت بقى طبخه ايه النهارده؟ مفاجاه، بامية بالبشاميل. الله. طيب انت كشفتي مين بقى اللي بيسرق اللحمه؟ لسه، بس لعلمك عامله خطه جامده موت. انا خلاص سلقت اللحمه وحطها في الحله في المطبخ، هستخبى واستنى اول واحد يطلع من اوضته ويروح ياكلها. لا 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 يا ماما، التفكير ده قديم قوي. انت المفروض تخش لهم دلوقتي الاوضه، بيبان عليهم اللي بيسرق اللحمه، بيبقى باين عليه يا ماما، بتحسي كده ان هو يعني عارفه متعطش للحمه. يا سلام، تصدق راحت من بالي؟ يلا اوكي. برافو عليك. السلام عليكم. ازيك يا استاذ منير؟ الحمد لله على السلامة. قعمز يا هيك قعمز، والله ليك وحشة يا راجل. وانا لحقت اوحشك يعني يا استاذ منير، ده يعني حضرتك كنت عندي امبارح بالليل في البيت يعني. يا استاذ عادل، انا بقالي 15 سنة بوزع بضاعة لكل البازارات في مصر، ما لقيتش لا اجدع ولا انزه منك. تقول الفلوس هتكون عندك السبت، تكون عند السبت. ونعم الرجال. ده أقل واجب يعني، حضرتك طبعا ذوقك مغطينا طول الوقت يعني. تلاقيك مستغرب ان قلت لك نتقابل في القهوة الأفرنجي دي. والله مستغرب، وخصوصا ان حضرتك اول مرة تخرج برا مصر يعني. دمك خفيف. انت ايدك تقيلة قوي. خلينا في موضوعنا. انا لما كنت عندك امبارح بالليل يعني لمحت الست المبجلة حماتك. لمحتها بس ولا؟ مش هنظر معاك تاني، اقعد بعيد عنك بقى خالص. انت عارف يا استاذ عادل ان انا راجل محترم ومؤمن ان اجرم مسافه بين نقطتين الخط المستقيم، وعلشانك ده انا طالب القرب منك في حماتك. استاذ منير يعني حضرتك جمايلك طول الوقت عماله بتزيد بتزيد، مش عارف اعمل لك ايه يعني. جمايل ايه يا راجل؟ دي ست كمل. جمال ايه ورجت ايه وشياكت ايه؟ يا سلام، كل ده من لمحه واحده بس. اوعى اوعى خلص الجواز. المهم انت فاتح الست حماتك في الموضوع ده، ومستني منك الرد بكره. هو صعيدي بس مودرن يعني، وما شاء الله بسم الله ما شاء الله عنده فلوس بالكوب. الله اكبر. ايه ده؟ لحقتي تخافي عليه؟
لانكم بتاخدوا رايي، فانا شايفه ان الراجل الصعيدي بيتميز بكونه راجل قبلي، بلس ان هو دائما بياخد باله من الانثى بتاعته، خاصه في فصل الصيف. فصل الصيف ده على اساس يعني ان فصل الصيف الانثى بتبقى راقده على البيض؟ انتوا ليه ما دخلتوهاش الزراعه قسم حيوان الست دي؟ يا سلام التريق التريق. بس على فكره بقى، مامي مش ممكن توافق على حد غير لما تقوم بدراسه شخصيته دراسه محكمه. شرب يو عادي. قوليه هو قال لك يعني؟ هو يا ستي قال يعني ان هو لمحك وانت معديه. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عادل؟ مامي من الس شرب يو شرب. بقول لك خالص انا ما كنتش اعرف انك مصيبه كده يا عادل. طيب هو يعني لمحني ازاي؟ لمحك ازاي؟ ده انت شربتي 3 شاي في نص ساعه ورايحه جايه رايحه جايه قدامه يعني، وبعدين مش راضيه تعدي من ورا الترابيز، بتعديله من قدام التلفزيون. طبعا مامتي من النساء التي تتميز بالخطط الخماسية المحكمة حتى تصل للهدف في أقرب مدى. مش عارف والله يا رانيا، أنت بتقولي كلام أنا مش فاهمه خالص يعني، لكن عموما أقول له إيه بقى؟ أقول له أوكي؟ اخص عليك يا خسارة تربيتي فيك. ايه يا ماما بس في ايه؟ الراجل اللي انت عرضته على حماتك وهي فضلت تتحنجل لحد ما طب فيها. طب وفيها ايه بس يا ماما؟ الراجل كبير اصلا ما ينفعش لسناء. سناء ده ايه؟ انت قصدك عشان كده؟ يا ماما يا ماما احنا هنعيده تاني يا ماما. وفيها ايه يا ماما؟ فيها ايه لما نعيده تاني وتالت؟ ما انا لسه حلوه في عز شبابي. خلاص يا ماما اوعدك المره الجايه هنزلك الملعب. انت بتضحك عليا. لا ما بضحكش عليك، بس انت تسخني. اسخن؟ طمني يا استاذ عادل. يا استاذ منير ما تقلقش خالص، هو اللي في وضع حضرتك يقلق من اصله يعني؟ موافقه؟ ايوه ايوه مبدئيا موافقه، بس حضرتك يعني محتاج تليين شويه. تليين؟ هو مطور عربيه ولا ايه؟ لا برضو يعني الست لازم يعني تتعرف عليك وتختبر شخصيتك وكده يعني. بقول لك ايه يا استاذ عادل، انا هاجي على الجواز على طول، احنا مش عيال صغنطتين، انا هجيب المأذون معاي نكتب واسحبها وامشي. تسحب ايه يا جاموسه؟ ما لازم برضو الست تحس بنفسها، تحس ان انت مدلوق عليها، فتقوم مديالك ريق حلو، تقوم مدلوق انت اكتر، فتقوم ميلالك شويه، تقوم انت بقى مدلوق اكتر ومخرق الدنيا. مغرق ايه وامسح ايه؟ يعني بدل ما اخش عليكم ببوكيه ورد، اخش عليكم مسحه؟ يا رورو هاتي لي الخياراتوس. اوكي يا مامي بقطعه. هات لها يا رورو الخيار، يظهر العريس بيحب السلطه. مالكوا يا حبايبي واقفين كده ومدغزين ومولعين نار ليه؟ من القرف اللي حطاه على وشك. سيبيه على وشها، على الاقل نتحرم منه شويه. هتتحرموا منه على طول؟ دي مامي وشها زي القمر اساسا. انتوا مش عارفين لما العريس شافها قال ايه؟ أحس بالسعادة وقال هذه هي المرأة التي سوف تعيد لي شباب الذاكرة من جديد. رانيا. بالأمارة جوزها اللي هو أبوكي طفش منها. بابا كان عيان يا طنط. عيان بالنقطة. دي مش تجيب نقطة يا ماما، دي تجيب 80-90 مليون نقطة. موتوا بغزكوا. على الأقل هو الوحيدة اللي في البيت أعجب بيها هو أنا. عشان بيحب الأثرات، بيحب ال تحفة فنية، تحفة رائعة الجمال، تحفة سوف يعلقها على الحيطة أو يدلدلها من السقف أو يربطها في رجلي الترابيزة. إنتي ده الكلام المنايل اللي بتقوليه ده يا حبيبتي؟ لا لا، كفاية إنه الراجل غني وهيعيشني أنا وبنتي ويستتنا لغاية ما يكتشف طبعك المنايل وبعدين يطفش. شوف الغيظ والحقد يا ربي، مش معقول. على الأقل هكون طلعت بشقة وفلوس المعاش بتاعتي هكون مدكناها في البنك، برضو هعيش مالكة. مالكة الشحاتين. هو انت فاكره نفسك انك هتقبضي المعاش بعد ما تتجوزي؟ ليه يا ماما ليه بتنبهيها؟ سيبيها تلبس في الحيط ويتقطع المعاش. ايه مفيش معاش؟
هتقطع عني المعاش لو انا اتجوزت؟ لا لا اسمعوا بقول لكم ايه، دي الفلوس بتاعت المعاش دي انا هحطها في البنك وهدكنها عشان اعيش بقى بريحها، لكن طلع هو وحش طلع حلو برضه هعيش ملكه وهعيش بالفلوس اللي انا دكناها من المعاش. لا يا امي لا، صعب صعب اي راجل في الدنيا مهما كان قدراته يشوفك ويقدر يستغنى عنك، فانت سيدتي المراه المكتمله. اكتملت ايه ونيتت ايه؟ I can't over my dead body. ان انا اعيش من غير المعاش جامي، ما اقدرش ما اقدرش، انا اموت. المعاش ده مهم جدا في حياتي. بقولك ايه، قوم اعملي لنا كوبايتين شاي نعدل دماغنا. لا يا ماما، اعمل كوبايتين شربات عشان جنازة قصدي جوازة مجيدة وقطع المعاش. عندي حل اثبت كفاءه مع كل صحباتي. ايه هو؟ قولي بسرعه. اتجوزيه عرفي. يا نهار ابيض انت كلمتي. اسكتي انت بس بقى والنبي يا رانيا. ها كملي. بس بشرط هتخلي معاكي الورقه والنسخه الاصليه، ولو اتنطط قدامك اياكي تديها له، ما تعمليش زي البنات العبط. طب افرضي طول المعاش عرفي. وهيعرفوا منين بس؟ دول هما ورقتين خفاف خفاف، واحده معاكي وواحده معاه، ولا مأذون ولا اي حاجه ولا كلام من ده، والمعاش هيفضل شغال زي ما هو. يا بنت الايه يا نجله، دي افكار بقى كده كده. لا لا لا، العيله دي اتجننت اتجننت رسمي. مامي اوعي تطوعيها في موضوع الجواز العرفي ده. بس بقى النبي خليكي انت كده في الهبل اللي انت فيه ده، يا ريت تطلعي كده نص اختك بطلي قطل. يا حماتي الراجل قاعد مستني بره. طب طب استنى شويه بس لما اثبت نفسي عاد. دي ظبطي نفسك ايه بس يا حماتي، ده انت زي القمر من غير اي حاجه. ميرسي يا عدوله حبيبي. يلا اخلصي اخلصي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، منور والله يا استاذ منير. يا سلام ايه النور ده. مش عارف المقابله دي لازمتها ايه، ما كنت جبت المأذون وخلصني ولا مفيش قبول؟ لا ازاي بقى مفيش قبول، ان شاء الله القبول موجود، هي بس طالبه انها تشوفك وتتعرف بيك، مفيش حاجه يعني. مساء الخير. يا مساء النور. يا رب احفظي بقى عليكي. طيب استاذن انا بقى، يعني مش معقوله هقول لكم اروح اعمل شاي والحركات دي، انتوا كبار يعني. استاذن انا قبل ما المرور يقفل يعني. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا الجعمه. اتفضل يا اتفضل اتفضل حضرتك. اتفضلي. حضرتك بقى قاعد هنا ولا شوية في مصر وشوية في البلد؟ أنا هانم شوية كده وشوية كده، لكن بعد كده أنا هبقى هنا على طول. هتبقى هنا على طول يعني إيه؟ أنت ما عندكش شقة؟ لا يا هانم ما عندي الشقة، أنا عندي فيلا. فيلا؟ يا سلام، برافو برافو عليك. ودي بقى اللي هنستقر فيها على طول بعد الجواز، ولا انت ايه رايك؟ الراي رايك. يعني نجيب المأذون. شوف بقى، انا اصلا عندي شويه تحفظ على المأذون ده. مش فاهم ايه يعني. تقصدي مش لادد عليكي مأذون المنطقه، عايزه مأذون تاني؟ لا لا لا، انت مش فاهم، انا اصلا حكايه المأذون دي انا ما برتاح لهاش. طب هنتجوز فين؟ في السوبر ماركت؟ انت من خفيف ده يغشوا عليك وعلى قطعتك. ده انت دم، انا احب الراجل اللي دمه خفيف قوي. دم خفيف ايه؟ هو تقيل ايه يا هانم؟ انا دم نشف. انا بدات اقلق. وفين الاستاذ عادل؟ ايه الحكايه يا هانم؟ بص يعني انا بحب الجواز العصري، يعني الناس بره بيتجوزوا كده عشان في ثقه ما بينهم، فاهم يعني؟ لا مش فاهم. انت بتقولي ايه يا هانم؟ حاجه ايه وصيغه ايه؟
انا بقى واثقه فيك. لا انت شكلك ابن حلال خالص. يعني اسحبك من يدك ونروح؟ لا انت مش فاهم. انا قصدي يعني انت ما سمعتش عن حاجه اسمها جواز عرفي؟ بقى انا المعلم المنير بعد العمر ده كله اتجوز عرفي؟ اعوذ بالله. وبعدين واحده في سنك انت كده تعمل كده؟ امال العيال الصغنططين يعملوا ايه؟ لا 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 انت فهمتني غلط خالص. انا ست محترمه. محترمه تيه ونيل تيه. افردي يا هانم الورقه دي ضاعت عايش في الحرام. لا انا عندي نسخه. انا معايا نسخه بتاعتي. افردي اتنين ضاعوا. هنكتب اتنين جداد يا اخي. اعوذ بالله انا مستحيل اعمل حاجه زي كده. ده حرام حرام. استنى بس يا استاذ منير. استنى في ايه بس؟ ده حرام. يمكن مش حرام يبقى مكروه مثلا ولا حاجه. انت بتزعق ليه؟ بزعق ليه؟ شوف الست المصونه بتقول ايه وبعدين تبقى كلمني. قلبيت محترم قال لا 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 شميم ما اسمح لكش ابدا. تسمح لي ولا ما تسمح ليش؟ انا ماشي. فين الباب؟ اهو 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 البيع. انت عملتي له ايه؟ ولا حاجه. قلت له نتجوز. طيب وايه المشكله؟ نتجوز عرفي. ايه تتجوزوا عرفي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بنتي؟ ده ودي فيها ايدي كمان. فيها ايه؟ ايه يعني انت باباكي ومامتك رافضين الجوازه فهتتجوزوا من وراهم عرفي؟ ما هو انا لو اتجوزت رسمي المعاش بتاعي هيروح. اه صح. طب وايه المشكله؟ ما هو الراجل هيصرف عليكي. يا سلام. وافرض بقى ان شاء الله طلقني، اتشحطت انا وبنتي ونشحت لوحدينا في الشوارع؟ لا ما تقلقيش مش هتشحطوا لوحديكوا، احنا هنشحت معاكوا طبعا. طب انا ومش مهم بنتي بقى دي ذنبها ايه؟ انا عايزاها تتربى. ايه ده؟ وانت اكتشفت دلوقتي انها عايزه تتربى؟ بص بقى انا مش مستعديه ان انا اخاطر بمستقبلي، كفايه قوي بقى اللي انا فيه. عموما سيبيني انا هتصرف، انا هحاول اقابله وافهمه. لا احاول ايه، ده انا لازم اقابله وافهمه. المهم ان انت تمشي بقى يعني تتجوزي ان شاء الله. يا رمزي عزمت البضاعة بتاعت المعلم منير؟ اه يا دولة ده زبون لقطة، يعني باعهم لنا امبارح وجاي يشتريهم النهارده. انت بتركز ليه؟ انت تنفذ اللي مطلوب منك وخلاص، مش مطلوب منك تركز خالص، اتفقنا؟ اتفقنا. لا مهم، عايزك تركز معايا جامد قوي. الشنطة دي ها فيها هدوم صعيدي وفيها شنب، عايزك تلبس هدوم الصعيدي دي وتلزق الشنب وتجيلي على طول. ايوه دولة بس يعني انا عايز افهم يعني دلوقتي البس الشنب والزق الهدوم ازاي؟ يعني ليه يعني؟ هدوم ايه اللي هتلزقها يا غبي؟ هتلزق الشنب، الشنب ده هتلزقه كده اهو على خلقتك. ماشي؟ عارف تلزقه بايه؟ عارف الغيره الحمص اللي هو بتاع النجارين ده؟ تجيب شويه كده اهو وتغليهم وبعدين تاخد منها وهي سخنه تقوم لازق الشنب واللي يفضل يبقى اشربه. يلا اتكل على الله وهتجيلي على هنا اهو وتقول لي انا جاي طالب ايد الست مجيده حماتك. سهله دي؟ سهله جدا يا دولة. انا جاي طالب ايد الست مجيده حماتك. سهله. اه بس بالصعيدي بقى. بتعرف تتكلم صعيدي؟ ايوه طبعا. طب وريني كده. اوعى كده ملخت الكوم. الكوم هو ده صعيدي؟ ده فلاح اهبل. يد صعيدي. يلا لازم تاخد خد نفس خد نفس. ايوه ممكن اخليك ما تخرجوش لغايه اما تموت بس تقول ايه بصوت قوي. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ما تطولش الكوم خليه نص كده يعني. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ما كروتش الكوم برضه تطولش. اوعى كده ملخت الكوم. اوعى كده ملخت الكوم. ماشي ربنا يستر. يلا اتكل على الله بسرعه. اوعى كده ملخت الكوم. بسرعه بسرعه. الله على الله تنفع الخطه. هو اتاخر ليه؟ الو الو ايوه ايوه معلم منير. انت بقيت فين؟ انا وصلت اهو. وصلت ايه؟ قربت من البازار يعني ولا ايه؟ انا جوه البازار. جوه البازار. وفتحت عليا ليه؟ طب يا معلم اهلا وسهلا. عاوز مني ايه؟ انا مفيش بيني وبينك لا كلام ولا شغل. يا معلم اللي انت عايزه يا معلم. انا عموما بضاعتك كلها جاهزه ايه؟ لو عايز تاخدها خدها، مش عايز تتعامل معايا تاني براحتك، بس انا عايز اوضح لك الصوره بس. صوره ايه يا راجل؟ صوره ايه؟ ما الموضوع واضح خلاص. الموضوع بح خلص خلاص. ماشي خلص خلص، بس انا عايز افهمك ان الست مجيده اما قالت لك انها عايزه تتجوزك عرفي ما كانش عشان حاجه وحشه، عشان المعاش بتاع جوزها ما يروحش عليها. ما يروح يا اخوي.
هي هتتجوز راجل ولا راس كرومبي؟ ايوه اكيد راجل طبعا يا معلم، بس افرض يعني انفصلت ولا طلقتها، هتعيش منين الست يعني؟ يا سلام يا اخويا، حط لها وديعة كده في البنك ومن ريعه تاخد اكتر من المعاش. يا نهار ابيض، ده كده يبقى تمام قوي، يبقى مش محتاجه المعاش فعلا، كده ممكن تتجوزه رسمي. رسمي رسمي على بركه الله، اكده انتوا ناس محترمه. ايوه، ما انت كنت فاكر ايه بس يا معلم؟ عارف الست مجيده دي من ساعه ما جوزها الله يرحمه اتوفى وهي ما شافتش الشارع بعينيها؟ شوف المهر والشبكه اللي هي عايزاهم. والله كده يعني ده انا خلاص قربت اعيط، ده كتير والله يا معلم. وكمان الفيلا بتاعت مصر الجديده هكتبها باسمي. كده هعيط خالص يا معلم. ماشي ماشي، والله ربنا يبارك لك يا معلم، الف شكر. اوعى كده ملختي تكون، اوعى اوعى كده ملختي تكون. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا. خلاص يلا خلاص يا بنت كده على الله. يا استاذ دوله، انا طالب يد الأنسة حماتك. أنسة حماتك امشي خلاص. بقول لك ايه يا معلم؟ ايوه يا معلم. وصلي هناك، انت شفتها فيها؟ يوه او مش يوه يعني، ما فيش حاجة. يلا اتكل على الله. يوه، اصبر انت يا استاذ عادل، انت شفتها فين يا معلم؟ اني يومات بنتقابل يا معلم. ايوه، واذا ربما بروح لها البيت. ما يقصدش يا معلم، والله ما يقصد يا معلم. لا يعني بص حضرتك على فكره، بص بقى انا هقول لك من الاخر، الواد ده اساسا الواد رمزي اللي شغال معايا هنا في البازار، وهو متنكر عامل صعيد اعدل عينيك خلاص، والشنب ده بص لازق اهو، لازق. انت لازق ايه كان يا استاذ عادل؟ انتوا علشان تسطروا على البنيه دي لازم تتجوزوها لي. تتجوزوها لي؟ لا اكده بقت بزرميت. الحمد لله ان ربنا انقذني من الجوازه دي. استاذ عادل، البضاعه دي مش عاوزها، وكمان الفلوس مش عاوزها. سلام عليكم. بقول لك ايه، مفيش سلام عليكم. اوعى تضيق بدك تعصرميه. دولا هو مش لا دولا، دولا يا دولا. اوعى كده ملختي تكون. مش خلاص، اوعى كده ملختي تكون. مش خلاص، انا قلت لك خلاص. ما قلت لك رايك كده. انا مش كده دولا. رانيا 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 رانيا، عايزه ادخل الحمام. اعمل لك ايه؟ ماما كلبت تطول في الحمام. مش مامي المره دي، امك واختك برا نايمين في الصاله مكشوفين، وانا مش عارف ادخل يعني. يا انت عايز نعمل ايه دلوقتي؟ روحي غطيهم يا رانيا. بسرعة بس لو سمحتي، بسرعة رانيا، بسرعة يا رانيا. كله تمام؟ متشكر قوي يا رانيا. رانيا رانيا رانيا، خلصت؟ خلصت ايه؟ انا لسه ما دخلتش الحمام. قومي قومي يلا
قومي صحيهم طيب على ما عدي. اوه ما انا اتنيلت رحت غديتهم، اصحيهم ليه؟ اصحيهم عشان ادخل الحمام مش عارف ادخل. سعد الحرام عليك انا مش هصحي حد، الناس دي تعبانه طول اليوم وشقيانه ومتمرمط. نامي نامي يا حبيبي. نامي ايه بقول لك عايز؟ نامي عادي. ماشي 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 انا بقى هتصرف. ماشي الو ايوه حماتي معلش بكلمك في وقت متاخر يعني معلش ممكن تستروا نفسيكوا عشان عايز ادخل الحمام. ربنا يخليك. ماشي شكرا. انا اسف جدا يعني يا حماتي ما كانش قصدي اصحيكوا بس يعني بجد غصب عني انا اسف يعني. حقك يا ابني روح ربنا يسهل لك. معلش يا بنتي انا عارفه ان احنا متقلين عليكم ومضايقينكم بعد ما كنا ساكنين في بيت عز بقينا مرميين زي كلاب السكك. يا مامي يا حبيبتي والنبي ما تعيطي، اقول لك على حاجه لطيفه، تعالي نامي معايا انت ونجله جوه في السرير وبكره الصبح هنتصرف. طب وجوزك؟ ما يولع بقى. على رايك يولع. انا عايزه انام انا تعبانه. يولع مرتين. يا ساتر اسطول. ما تحاسبش شويه كده، تخلي شويه. طيب انت بتيجي من ناحيتين ازاي؟ امبابا امبابا امبابا. عادل عادل عادل. هي يا ماما انت ايه اللي جابك عندنا في الاوضه؟ أوضة إيه؟ أنت نايم في الصالة. قصدي إيه اللي جابك عندنا في الصالة أصلها؟ وأنا بالليل يعني رحت داخل الحمام، وأنا خارج من الحمام قلت رايح شوية فالظهر نمت. وما عدتش علينا ليه؟ ما أنا لقيت بقى يا ماما الوقت متأخر ما رضيتش أقلقكوا يعني. كنا صاحيين. وكنتوا صاحيين متأخر كده بتعملوا إيه؟ هما ضحكوا عليك ونيموك في الصالة؟ لا 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 أبدا. ضحكوا عليا ايه؟ ده هو بس يعني كانوا جم يزوروا رانيا والوقت اتاخر، فانا قلت لهم مش معقوله يعني ما يصحش تروحوا بيوكو يعني في وقت متاخر، فباتوا هنا يعني عشان مفيش مواصلات بالليل. ما تعودهمش على كده، تنام انت في الصاله وهم يناموا في سريرك، لا يستحلوها، دي عالم نتنا وملهاش مأوى. يا ماما يعني هعمل لهم ايه طيب؟ اكرشهم. اكرشهم؟ قصدي يعني مشيهم. وانا بقول لك ترجمها لي، ما انا عارف ان اكرشهم هي مشيهم. يا عادل دول عالم لبط، عليهم قضايا كتيره متلتله، ده انت بعد كده هتلاقي مخبر طالع ومخبر نازل وسين وجيم، وانت مالكش قفل الحاجات دي. مالكش قفل؟ ايه الكلام ده بتجيبيه منين يا ماما؟ ومخبر طالع مخبر نازل، يا نهار اسوح، ده بيت مليان حريم، ازاي يعني؟ عادل اكرش اللي اسمها مجيده دي تروح تتلقح عند حد من قرايبها. صباح الخير. صباح النور. لسه انا وعادل بنجيب في سيرتك، بقول له يا عادل اوعى مجيده تنام في الصاله، خليها كل يوم تنام في سريرها. لا معلش اصل دي بقى كانت ظروف يعني ومش هتحصل تاني ان شاء الله. ان شاء الله. يلا يا حبيبتي ناخد فنجالين قهوة في قطي وبالمرة شوفلك الفنجال. يلا على اسمك. تفضلي.
يا سلام، أمي دي ست طيبة ولا ده دي اللي عملوا لها عيد الأم مخصوص. إيه ده يا ياسمين؟ ما لبستيش لبس المدرسة ليه يا ماما؟ أنت هتنامي ولا إيه؟ أنا مش هقدر أروح المدرسة النهاردة عشان ما نمتش كويس امبارح. طب ما يجراش حاجة يا حبيبتي، روحي المدرسة ونامي على الديسك اللي هي الدكة بتاعتك دي. ما ينفعش عشان الواد معتز بيقعد يتكلم وهو نايم زي طنط سناء. طنط سناء طلع لأمها. دي لسه حالا بتشكر فيكي والله يا سناء. بتبلى عليا مش بتشكر فيا. أنا سامعاكي. أنا بتكلم وأنا نايمة. الكلبة. إيه الكلبة دي؟ لا إحنا ما بنقولش الألفاظ دي قدام البنت، اسمها البوبي. والله العظيم بتتكلمي وأنت نايمة، بتقعدي تشتمي شتايم وحشة قوي لأبي محسن جوزك، بتقعدي تقولي له. يا نهار أسود، ده إحنا عدينا مرحلة البوبي دي من زمان وقالت له يا ابني. ليه يا طنط سناء؟ ما هو طلقك خلاص. هو ما طلقنيش. انا اللي طلبت الطلاق. ما تقوليش طلق عادل، ما طلقنيش يا عادل، انا طلبت الطلاق. ولعلمك بقى سيبها لي، انا بربيها عادل، انا عمتها وبربيها، سيبها لي عادل. وانا ابوها وسيبيها. سيبها عادل. ولعلمك بقى انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر عرسان. ابعدي انت دلوقتي، ابعدي انت دلوقتي من قدام الساحره الشريره. ابعدي، هتجيبي المقشه وتلفي لنا في الشقه. ايه في ايه يا سناء؟ البنت اللي لازم يعاد تربيتها تاني يا عادل. وانت بقى اللي هتعيدي تربيتها تاني. ايه ده؟ ده احنا الكلام خدنا وانت نمت هنا طول الليل في الصاله؟ ها لا، ده انا اصلي كنت فارد ضهري، لقيت ضهري عامل كده فقلت افرده بقى. قلت تفرد ظهرك اصله كان عامل كده. وخدوا الشنط ودخلوا الاوضه. معنى كده انك هتفرد ظهرك دايما في الصاله. انت هتنام هنا على طول يا عادل؟ داين تو دان. ايه داين تو دان دي؟ وانا عملت ايه في مين يعني؟ واحنا صغيرين لما انت اتولدت خدت سريري والدنيا انا بالجزمه، وعشان ما تتحسدش حبه عين مامتك قالوا عليك انك بنت وادوك كل لعبي وفساتيني. يا فساتيني. فساتيني يا ام فساتين، انت كان عندك فستانين عمي، واحد منهم ما كنتش بحبه عشان كان بيبقى مبين الصدر كده. الايام دواره يا عادل، جالك اللي ياخد سريرك. انت بتضحكي ولا بتركينا عربيه؟ خش الم فساتيني. بصي قدامك سكه سفر، سكه بعيد كلها خضره، بس الدنيا برد. ما تنسيش تبقي ايه؟ هاخد برد؟ لا يا اختي لا، ايه السكه مليانه رجاله وانت بتنقي منهم. بنقي منهم واحطهم في كيس. لا بتحطي عريس. عريس ايه يا حبيبتي؟ انا خلاص بعد المرحوم جوزي لا يمكن افكر في الجواز تاني. وماله؟ بس برضو قدامك سكه سفر، هتسافري. انا يستهيأ لي كده ان الفنجان ده بتاعك مش بتاعنا. لا يا اختي ده بتاعك انت. عارفه ليه بقى مش بتاعي؟ لان انا يا حبيبتي مقطوعه من شجره، لا عندي قريب ولا حد خالص اعرفه. انت بقى اللي بسم الله ما شاء الله على القرايب اللي عندك، اكوام فاكيد انت اللي هتسافري لهم. ما اقدرش، عادل ما يرضاش، مصمم ان اقعد معاه على طول. بقى عادل يا حبيبتي هو اللي مصمم ان تقعدي معاه؟ طب وريني بقى كده الرجال اللي في الفنجان بتاعك. صباح الخير. نعم، في حاجة؟ لا مفيش، بس يعني هي رانيا صحية ولا ايه؟ لا نايمة. نايمة؟ طب بالراحة. نعم صباح الخير، انا كنت جاي اشوف القرايه بتاعه العداد يعني، ولا تعال عاجبك كده اديك صحتها، اتفضل بقى. ايه ده؟
نسمة يا ربي نسمة، ولا حاسس بيها في البيت خالص، ما تسمع لها الصوت. ما شاء الله أختي دي فظيعة. عايز تغير يا حبيبي؟ أغير لي يا حبيبتي؟ ما أنت زي الفل، هو لا مضايقاني في حاجة ولا أي حاجة الحمد لله. عادل المهم بقى احنا هنبقى ازاي؟ يعني انا كل يوم بقى هنام في الصاله ولا ايه؟ ما هو اصل انت يا حبيبي اللي كنت عايز تخش الحمام، صحتنا وقلقتنا، فاضطريت اقول لهم يجوا يناموا معايا. ايوه حبيبتي، يعني مش عايزين اخش الحمام اعمل ايه؟ يعني امسك نفسي طول الليل ازاي؟ اه طبعا، يبقى مامتك صحيت شافتك نايم بره راحت مسخنك عليا. هي مش محتاجه تسخين، الموضوع ملهلب لوحده. انا مش عارف والله اعمل ايه، انا راجل زي كده اهو شقيان طول اليوم في شغله، المفروض اما بيرجع محتاج يرتاح في نومته. اسم الله عليك يا حبيبتي والنبي، الف بعد الشر عليك يا رب يديكي طولة العمر يا حلو. لا لا انت فاكرة ايه في نومتي اللي هي؟ لا انا اقصد في مش في نومتي اللي على طول، في نومتي العادية دي، مع ان انا حاسس برضو حتى في نومتي اللي على طول هيبقوا مشرفيني ووعى ووسع ويقعدوا يزنوني التربة كلها. بس انت عارف ساعتها مش هيبقى في مشكلة لانك مش هتبقى عايز تخش الحمام. كوتو كوتو ايه؟ احنا وقت كوتو كوتو؟ يعني انت يرضيك مامتي واختي يناموا في الصالة؟ يا سلام، يعني يرضيك انت انا اللي انام في الصالة؟ بص يبقى تعالى كل شهرين مرة. انت بتهزري، انام في الصالة زي الشحاتين. ايه ده؟ يعني انت تقصد ان مامتي واختي شحاتين؟ اه طبعا، ما دام مفلسين ومش لاقيين حته يقعدوا فيها يبقوا شحاتين عادي. طب لم نفسك بقى عادي. ايه اللي لم نفسك؟ انا هعمل ايه دلوقتي؟ ايه الحل دلوقتي يا رانيا؟ الحل بوجهة نظر يعني امك واختك يسيبوا اوضتهم ويناموا في الصاله، فتخرج وتدخل عليهم براحتك. يا سلام، وانا ازاي بقى اقدر اتجرى اقول لامي كده؟ واقول لها تعالي نامي في الصاله؟ معقوله يا رانيا؟ لا بقى عادي، قول لها قول لها هتعدي. هقول لها ايه؟ روحي سيبي اوضتك وترمي في الصاله على مرتبه ولا ترمي على الكنبه؟ معقوله ازاي يعني؟ ما مش لازم ترمي، بس هتوافق قول لها. افرضي وافقت، انا احط وشي في وشها ازاي يوم عيد الام؟ انت بتهزري؟ لا مش هينفع، مش هينفع اقول لها كده. طب اقول لك على حاجه، عندي حل تاني. يا ريت قولي. امك واختك يناموا في الصاله يوم ومامتي واختي يوم. لا ما ينفعش، ما ينفعش. افرض ان انا قلت لامي كده، ازاي احط وشي في وشها يوم عيد الفطر المبارك؟ طب الحل كده كده كده. ايه هو؟ لم الكراكيب بتاعتك اللي في اوضه الكراكيب ونقعدهم مكانها. الم الكراكيب بتاعتي؟ شغلي واكل عيشي اللي انت بتقولي عليه ده اسمه كراكيب؟ الاوضه فيها 2 طن كتب. اقول لك على حاجه، هات البضاعه بتاعتك وحطها تحت السرير. بضاعة بتاعتي؟ طب والباقي يعني؟ في الزبالة. ايه؟ احط الدواوين الشعر بتاعتي في الزبالة؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت مش مقدرة اللي انت بتقوليه ده خطورته عاملة ازاي؟ انا شاعر يا ماما، وشعر مهم جدا، وعامل ديوان مهم جدا، واخد بيه جوائز جامدة جدا. اه محدش اشتراه. بعنا منه نسختين انا ورمزي يعني، بس انا واخد جايزة من مهرجان الوقاص. ايوه مش مهرجان الوقاص ده اللي محدش قدم له غيرك، وبالمناسبه كانت الجائزه بتاعته عباره عن طاسه ما تنفعش حتى غطا حله. غطا حله يا رانيا، ده تقدير ادبي معنوي. خنقتني يا عادل. بقول لك ايه، ارمي كل الكتب وخلي معاك واحد ولا اتنين عشان امي تلاقي مكان تنام فيه. هاي حبيبي صباح الخير يا ننوسه. ايوه ايوه دولا حبيبي. دولا عايز ايه؟ انت اللي عايز ايه يا عم عادل؟ انت من ساعه ما اتصلت بيا في التليفون وقلت لي تعالى جري يا رمزي فجيت جري اهو. في ايه انت بتنهج ليه كده؟ انت مش قلت لي تعالى جري يا رمزي؟ واقول لك تعالى جري تيجي جري جري يعني؟ المهم قفلت البازار؟ لا ما قلتليش انت اقفله، انا انت قلت لي تعالى جري بس. البيت عقله. طب ما ممكن يتسرق ايه على يا عم؟ ما تقلقش يا عم، النهارده الخميس يعني الدنيا فاضيه خالص. الخميس الدنيا فاضيه؟ ايوه يا عم، يعني مفيش حد هيدخل بازار. قول لي بقى انا قلقان جدا، في ايه؟ لا ما تقلقش يا سيدي، تعالى معايا عشان عايزين نفضي المخزن. طب يلا. خد 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 خد. ايه راح فيه المخزن اللي في البرازار؟ البرازار ايه؟ مخزن اللي في البرازار؟ ما انا لو عايزك تفضي المخزن البرازار هقول لك تعالى هنا ليه يعني؟ علشان تقول لي. بص يالا ما تفكرش خالص يا رمزي، انت تنفذ اللي انا بطلبه منك وخلاص. من غير ما افكر. من غير ما تفكر خالص. إيه؟ احنا هنفضي المخزن اللي موجود في البيت. يا عادل طب ما قلتليش ليه في التليفون بدل ما اجي وتمشورني؟ خدت صاحب الشغل بتاعك وغبي هتعمل ايه؟ استحمل. بص يا رمزي تعالى معايا. اه قول كده.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا رمزي؟ انا الحمد لله كويس، بس هو الشغل هو اللي تعبنا وعادل شغل وقعد بتشتكي للهوا. هي قالت لك سلام عليكم وقلنا عليكم السلام، ايه بقى هناخد وندي في الكلام ولا ايه؟ معلش هي بنت عمي برضو عادي. هتقعد تفكر العيلة كلها ان انت ابن عمنا؟ يلا يلا قدامي. على فين؟ عايز نرمي الزباله دي فين؟ زباله يا زباله؟ ده ديوان الشعر بتاعي تقول عليه زباله؟ ديوان ايه يا عم صاحب الديوان؟ انت هتعمل لي فيها السلطان عز الدين ايمن. عز الدين ايمن؟ ايوه جوز نخله الدر. ايوه صح صح افتكرته. المهم انا فعلا اخترت الراجل المناسب للمهمه المناسبه. ياه اشعار. ايه ده؟ وياما دواوين. ايه ده دول؟ دي البونات الصور بتاعتي. والله؟ استنى استنى. ده ألبوني وأنا في الثانوية، كنت مهم قوي في الثانوية. هلا رمزي يا عم انت هتسرح بينا يا عم ولا ايه؟ اهو بص. صح. رائد الفصل، الشرطة المدرسية، امال ايه؟ بص الألبوم ده بقى. ايه الألبوم ده؟ ده فيه صور عائلية بقى من فترة يعني. العائلية العيلة يعني، دي سناء صح؟ صح. يا وده حماية، كان راجل محترم قوي. هلا رمزي. ده كان يوم فرحنا. ده على كده بقى الصورة دي كانت يوم جوازكم. ايوه يوم جوازكم. حماية هو اللي كان عاملين الفرح كله يالا. طب ومين يا دولة الولية اللي شبه حماتك دي اللي متشعلقة في ايد لا 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 ومتشعلقة ليه كده اصلا؟ في ايد حماية؟ انت ولا واحدة شبه حماتي وماسكة في ايد حماية مش ممكن تبقى حماتي؟ ممكن عادل. كانت ست عظيمة يا اخي، يا كانت عايشة عيشة جامدة جدا، كانت عايشة في عز. ما كانتش بتعز علينا اي حاجه خالص. بص الجمله دي فكرتني ان انا برضو الواحد بيحن كل شويه ان هو شاعر، يعني اقول شعر. هتقول شعر؟ حماتي ما كانتش بتعز علينا حاجه خالص. من اول ما عرفت رانيا من زمان خالص كنت انا وهي بنخرج من ورا ابوها وامها من غير ما يعرفوا خالص. ونمشي بقى في الشوارع ماسكين ايدينا في ايدين بعض وبنهزها جامد خالص. ايوه. وبعدين بعد كده بقى عندي مسؤوليات بقى ومشاكل ومصاريف كتيره خالص. والبت ياسمين ومدرستها واكل امي واكل اختي واكل مراتي وامها واختها بقت الحكايه بزراميط خالص. انت شاعر جامد قوي يا دول والله. انت كنت فاكر ايه يالا؟ انا ما كنتش فاكر كده. مش عايز بقى اي خدمات تانية علشان انا خلصت خالص. يا لا علمت الشعر اهو يا لا اتكل انت على الله. اقفل البازار. لا طب ما نسيبه عادل يمكن يجي زبون ولا حاجه. زبون هيجي وانت هنا؟ انت للدرجه دي ما بتفهمش خالص. تمام كده كده هنعرف ننام واحنا ضميرنا مرتاح. بالظبط. لا انا ظلمت امي ولا انت ظلمت امك. ايوه بس على فكره بقى اوضه امك اكبر من الاوضه بتاعت مامي. ايوه حبيبتي يعني امي اقدم من مامتك فعادي يعني بالاقدميه. ماشي عادل ماشي كده ارتحنا الحمد لله.